de défense et de sécurité réunis au sein du Conseil. انقلاب عسكري في النيجر يؤدي إلى عزل الرئيس محمد بازوم وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول، وأثار غضب فرنسا والولايات المتحدة. في ذكرى انتهاء المعارك بين الكوريتين، الزعيم الكوري الشمالي يلتقي وزير الدفاع الروسي بهدف تقوية العلاقات بين البلدين. في يومها العاشر الحرائق تستعر في اليونان ودول أوروبية أخرى وتخمد في الجزائر وتونس. أهلا وسهلا بكم إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية. أعلنت مجموعة من العسكريين في النيجر تطلق على نفسها اسم قوات الدفاع والأمن عبر التلفزيون الوطني الرسمي عزل الرئيس محمد بازوم وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال بسبب ما وصفوه استمرار تراجع الوضع الأمني وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في وقت توالت فيه الإدانات الدولية تنديدا باحتجاز بازوم. شبح الانقلابات العسكرية يطل برأسه مرة أخرى في النيجر بعد سبات دام 12 عاماً. شهدت النيجر هذه المرة انقلاباً عسكرياً على الرئيس المنتخب محمد بازوم، وتعد النيجر من أكثر دول العالم التي شهدت انقلابات في تاريخها المعاصر، إذ سجلت 4 انقلابات منذ استقلالها عن باريس عام 1960، فضلاً عن العديد من محاولات الانقلاب الفاشلة، آخرها كان قبيل تنصيب بازوم في أبريل 2021. رئيس المجموعة الانقلابية في النيجر أعلن عبر التلفزيون الوطني عزل الرئيس وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال. البيان رقم 1: نحن قوات الدفاع والأمن قررنا وضع حد للنظام بسبب استمرار تراجع الوضع الأمني وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ونؤكد التزامنا باحترام كل تعهدات النيجر، ونطمئن سكان البلاد والمجموعة الدولية أننا سنعمل بما يتماشى مع حقوق الإنسان. وكان جنود من الحرس الرئاسي بالنيجر قد احتجزوا بازوم داخل القصر في العاصمة نيامي في وقت لم يصدر أي موقف من الجيش. مئات المواطنين تجمعوا في مظاهرات مؤيدة لرئيس البلاد وطالبوا بالإفراج الفوري عنه. مصادر كشفت أن قائد الحرس الرئاسي الجنرال عمر تشياني يقف وراء احتجاز الرئيس الذي كان يعتزم إقالته من منصبه. الإدانات الدولية تنديداً باحتجاز بازوم توالت وسط قلق إفريقي. إيكواس دعت المتآمرين وراء الانقلاب إلى إطلاق سراح الرئيس بشكل فوري ومن دون شروط، فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن دعمه الكامل وتضامنه مع رئيس وشعب النيجر. الأمين العام يتابع عن كثب الوضع في النيجر، وهو يدين بأشد العبارات أي عمل للاستيلاء على السلطة بالقوة، ويدعو جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس وحماية النظام الدستوري. وكان آخر انقلاب في الدولة الإفريقية قد حدث في فبراير 2010 وأطاح بالرئيس مامادو طانجا. وفي أول ردود الفعل، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الذي يزور نيوزيلندا دعا إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر في وقت يطوق جنود القصر الرئاسي في هذا البلد الإفريقي ويزعمون أنهم استولوا على السلطة. نحن نراقب الوضع والتطورات في النيجر عن كثب، ولقد تحدثت مع الرئيس بازوم في وقت سابق هذا الصباح وقلت له بوضوح إن الولايات المتحدة تدعمه بقوة بصفته رئيسا للنيجر منتخبا بشكل ديمقراطي، ونطالب بإطلاق سراحه فورا، وندين أي عمل للاستيلاء على السلطة بالقوة. نحن منخرطون بنشاط مع حكومة النيجر وسنواصل القيام بذلك حتى يتم حل الوضع بشكل مناسب وسلمي. من جانبها أدانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا بشدة أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة في النيجر، كما أعلنت انضمامها إلى دعوات الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من أجل استعادة سلامة المؤسسات الديمقراطية في النيجر.
وبالنسبة لدول الجوار، عبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة عن قلقه من الأحداث في النيجر، مشيرا إلى أن التحركات العسكرية هناك تشكل مصدر قلق للدول المجاورة والمجتمع الدولي ككل. التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في بيونغ يانغ وفق وسائل إعلام محلية. وأضاف المصدر أن شويغو سلم رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن الاجتماع يشكل فرصة مهمة لتطوير العلاقات بين البلدين. بدوره أشاد شويغو أيضا بالجيش الكوري الشمالي ووصفه بأنه الأقوى في العالم. أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن بلاده ستنشر بحلول أغسطس سفينة تابعة لخفر السواحل في بابوا غينيا الجديدة، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز التعاون الدفاعي في مواجهة منافسة شرسة من الصين على النفوذ في المنطقة. وشدد أوستن على الحاجة إلى التعاون في تطبيق القانون البحري في مجالات مثل الصيد غير المشروع والاتجار بالبشر، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى إنشاء قاعدة عسكرية دائمة في بابوا غينيا الجديدة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر قسطنطين بمدينة سان بطرسبرغ. وأضاف فهمي أن الرئيسين استعرضا خلال اللقاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من النزاعات القائمة في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في السودان وسوريا وليبيا والقضية الفلسطينية. توافقت الرؤى على دفع الجهود من أجل استعادة وترسيخ الأمن والاستقرار والسلام لدول المنطقة. وعلى صعيد الحرب الروسية الأوكرانية، أكدت القوات الجوية الأوكرانية أنها اعترضت 36 صاروخ كروز. وقال قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أولشتشوك على حسابه الرسمي عبر منصة تيليجرام أن عملية تدمير الصواريخ الروسية نجحت من دون أن يحدد عما إذا نجحت بعض تلك الصواريخ بالوصول إلى أهدافها. ومع احتدام القتال في سوليدار ومحاولات كييف تطويق بخموت، أصبح القتال أكثر شراسة. مراسل العربية رائد الأغبر رصد الأوضاع العسكرية في سوليدار ومن أقرب نقطة على الجبهة. يرفع المقاتلون الروس من ذوي القومية القوزاقية معنوياتهم بهذه الأغاني التقليدية. أحد المتطوعين الروس من كتيبة سكيف سيحدثنا عن أحوال الموقع الذي نتواجد فيه الآن، وكيف يدافع الجيش الروسي عن المواقع التي سيطر عليها. نحن نقف على جبهة مدينة سوليدار، ندافع عن مواقعنا. هناك انسحاب بسيط وتكتيكي لقواتنا من مواقع تسمح لنا بقصف القوات الأوكرانية التي تتقدم نحونا، وهذا التكتيك أسفر عن نتائج مرضية. قوات الروسية تنفذ هجمات بالمدفعية ضد القوات الأوكرانية التي تحاول اقتحام مدينة سوليدار من خلفنا على بعد 3 كيلومترات من هذه النقطة. هنا يحاول الجنود الروس الحفاظ على مواقعهم ضد اقتحامات القوات الأوكرانية التي تحاول دخول الحدود الإدارية لمدينة سوليدار باستمرار. الأمور صعبة بالفعل، ومرت أيام أكثر صعوبة حيث يتم استهدافنا دائما، ودبابات الأوكرانيين تستهدفنا عن قرب، لكننا صامدون للدفاع عن المدينة. أما عن المعارك المحيطة بمدينتي سوليدار وباخموت، فأكد لنا قائد المجموعة أن الأوضاع هناك صعبة للغاية. تبعد بلدة كليشيفكا عن محورنا حوالي 10 كيلومترات، وهناك معارك ساخنة وعنيفة جدا. مرتفعات كليشيفكا تعتبر موقعا هاما جنوب المدينة لسهولة استهداف باخموت من هناك. من هذا الموقع أطلق الجنود الروس القذائف على مواقع الجيش الأوكراني المتمركز خلفنا هنا
في الخطوط الساخنة على الجبهة، الخط الساخن الأول في مدينة سوليدار. لقناتي العربية والحدث، رائد الأخبار، سوليدار. وكالة الاستخبارات الأمريكية ومصادر داخلها قالت إن منشأة لتصنيع الطائرات بدون طيار قيد الإنشاء الآن في روسيا وستكون جاهزة للإنتاج مطلع العام المقبل، ومن المتوقع أن تزود موسكو بطائرات بدون طيار بحجم أكبر مما تمكنت من الحصول عليه من إيران حتى الآن، وسيكون لها تأثير كبير على مجريات الحرب كما ذكرت المصادر. انتحارية مسيرة التقط من مسرح هجوم روسي في كييف كان قد قطع الشك باليقين، فالطائرات المسيرة الإيرانية تشارك في الحرب الروسية الأوكرانية. الاستخبارات الأمريكية أعلنت أن التعاون العسكري الإيراني الروسي أثمر عن مصنع لإنتاج المسيرات الإيرانية على بعد 600 ميل شرق موسكو، وسيكون جاهزا للإنتاج مطلع العام المقبل. بوتين كان قد أعلن عن مصنع مماثل بقيمة 12 مليار دولار ولم يذكر حينها الدور الإيراني فيه. صناعة مهمة جدا بالنسبة للبلد ولتطورها. كنت أنا وزملائي نبحث في الأمر، شاهدت بعض الأرقام، وسيصل حجم الاستثمار في هذه الصناعة في المستقبل القريب إلى 500 مليار روبل، وهو أيضا تقدير متحفظ. نحن نطمح أن نعمل معا ومع الدولة بنشاط الوصول إلى مبلغ تريليون روبل، سيكون مصنعا عظيما. إيران تنفي علاقتها بالحرب وترفض اتهامها بتزويد موسكو بطائرات مسيرة، فيما تؤكد الاستخبارات الأمريكية أن أكثر من 400 طائرة مسيرة إيرانية من طراز شاهد 131 و136 أرسلت إلى روسيا بالفعل عبر بحر قزوين، استهلك معظمها في الحرب ضد أوكرانيا، وأن المصنع الروسي الإيراني الجديد سيكون قادراً على إنتاج المئات من هذه الطائرات وسيغير من سير المعارك على الأرض. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جامبير أن طائرة روسية اقتربت على نحو خطير من طائرة أمريكية مسيرة فوق سوريا في وقت سابق هذا الأسبوع، في انتهاك للبروتوكولات والمعايير الدولية القائمة. طالعنا تقارير مبكرة عن طائرة مقاتلة روسية ثانية هذا الأسبوع حلقت مقتربة على نحو خطير من طائرة مسيرة تابعة لنا، كانت في مهمة روتينية لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي. لذلك أود أن أكرر أن نهج روسيا الوثيق في نشر القنابل المضيئة فوق المسيرات الأمريكية ينتهك في الواقع البروتوكولات المعمول بها والمعايير الدولية، ونحن ما زلنا نركز على مهمة هزيمة داعش كما يتضح من هجومنا الأخير ضد أحد قيادي داعش في سوريا هذا الشهر. وفي إفادة صحفية أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعمل جاهدة مع أوروبا من أجل تصدير الحبوب الأوكرانية عن طريق البر. وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن العمل جار مع الحلفاء في أوروبا وأوكرانيا لمعرفة آلية إيصال الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية عن طريق البر، الأمر الذي أكد به جون كيربي أنه لن يكون بذات الكفاءة عند نقلها بحرا. تتابعون أيضا في هذه النشرة ولكن بعد الفاصل. مفاجأة غير متوقعة، أجهزة السمع تقلل من احتمالية الإصابة بالخرف بنسبة 50%. أهلا بكم من جديد إلى هذه النشرة من العربية. همدت الحرائق العنيفة التي اجتاحت شمال شرق الجزائر وأودت بحياة 34 شخصا
قضت على عائلات لا سيما قرب بلدة جورج، حيث احترق 16 شخصا وهم أحياء خلال فرارهم. وفي شمال غربي تونس تم إجلاء مئات السكان بالقرب من طبرقة وبنزرت وسليانة وباجة وسمامة بسبب الحرائق. وفي اليونان أفاد مراسل العربية بأن أجهزة الإطفاء اليونانية لا تزال تتعامل مع حرائق جزيرة رودس لليوم العاشر على التوالي. أوضح مراسل العربية أن سكان المدينة يرفضون رواية السلطات اليونانية بأن الحرائق مفتعلة. دخلت حرائق اليونان يومها التاسع على التوالي هنا في الجزء الجنوبي من جزيرة رودس، المكان الأكثر تضرراً. أتت النيران على مساحات واسعة من الغابات وحولتها إلى رماد. مئات من رجال الإطفاء والمتطوعين يكافحون لمواجهة هذه النيران، لكنهم يصفون معركة غير متكافئة. فالنيران تسبقهم بعشرات الكيلومترات، لذلك لم يجدوا من وسيلة سوى قطع الأشجار الخضراء وردمها بالتراب لكي يمنع النيران من التقدم أكثر. لكن هذه الاستراتيجية لا تنفع مع ألسنة اللهب التي تلتهم الأشجار على قمم الجبال، فتقوم قاذفات المياه من الجو بتولي هذه المهمة، لكن ما أن تتمكن من إطفاء رقعة حتى تشتعل أخرى. وفي مركز العمليات هذا يستريح المحاربون، يلتقطون أنفاسهم قليلاً، يشربون الماء ويأكلون قبل أن يعودوا إلى ساحة معركة لا يعرف أحد بعد من سيكون المنتصر فيها. وإلى هنا إلى ساحة المعركة يصل المتطوعون ورجال الإطفاء، يحاولون مكافحة النيران بقدر ما يستطيعون من التوغل في هذه الجبال العالية. فادي الدهوك لقناتي العربية والحدث، جزيرة رودس اليونانية. يكافح رجال الإطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب عبر طرق مبتكرة كإشعال النار وحفر الخنادق وجهود التبريد التي تستخدم فيها الطائرات وآليات مختلفة. رجال إطفاء يكافحون لإخماد الحرائق وآخرون يقومون بإشعالها، فنار تحت السيطرة أفضل من نار هائجة. هذه واحدة من الطرق التي يستخدمها رجال الإطفاء في إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة حرائق الغابات. يحيطون الحريق بحزام ناري تحت السيطرة. نحن نقوم بإنشاء خط تحكم مدعوم بالنار لمحاولة إغلاق صندوق الحريق المشتعل. هكذا يتم التحكم بمسار النار، وسنقوم بتثبيت خط آخر بموازاته. سنقوم بحرق هذه المنطقة بحيث أن الكتلة النارية الرئيسية عندما تصل ستصل إلى منطقة سوداء، وهكذا يتم التحكم بها. في روسيا يحفرون الخنادق، ولكن هذه المرة لصد هجوم اللهب. أما في الجزائر فيرشون الماء البارد على الأغصان الخضراء حتى لا تكون وقوداً لحريق محتمل. نحاول السيطرة على الحرائق بقدر ما نستطيع. أحوال الطقس اليوم جيدة، ولكن يوم أمس وقبله كانت كارثية. لم نستطع التدخل بسبب الرياح القوية. وحتى هذه الطائرات فالغرض منها ليس إطفاء الحريق مباشرة، وإنما تطويقه ومنع انتشاره، وهي الطريقة المثلى للتصدي لحرائق الغابات. وقد تستخدم طرق أخرى كالنسف بالمتفجرات واستعمال المواد الكيميائية. آخرون يعكفون اليوم على تطوير طائرات درونز مخصصة للتعامل بسرعة مع الحرائق، التي يقول رجال الإطفاء إن أهم أسبابها إهمال بشري أو عقب سيجارة قد يشعل بلدا بأكمله. قالت السلطات الأمريكية أن الجزء العلوي من رافعة إنشائية اشتعلت فيها النيران وانهارت في منطقة مانهاتن في مدينة نيويورك، ما أدى إلى إصابة شخصين على الأقل وتعطيل حركة المرور خلال ساعات الذروة.
الحمد لله أن إصابات 4 أفراد كانت طفيفة. سيتعرف فريق إدارة إطفاء مدينة نيويورك على مدى تلك الإصابات. هنا مجموعة كاملة من وكالات المدينة التي ستؤكد أننا نطفئ الحريق بالكامل ونتأكد من أن المباني المحيطة بأمان، ونتخذ قراراً بشأن مدى الإخلاء، ونبدأ عملية تفكيك الرافعة الموجودة على القمة بطريقة منظمة للغاية. نحن محظوظون لأن ذلك لم يحدث خلال فترات الازدحام، ولأن فريق إدارة إطفاء مدينة نيويورك كان أول المستجيبين وقام بالتقييم الصحيح لحادثة السقوط للتوصل إلى الحل الفعال لتقليل الإصابات الإضافية. قال وزير الداخلية التونسي كمال الفقي إن خفر السواحل انتشل 901 جثة لمهاجرين غرقوا قبالة سواحله خلال الأشهر 7 الأولى من العام، وتواجه تونس موجات قياسية من الهجرة هذا العام وكوارث متكررة تتمثل في غرق قوارب المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء المتجهين إلى السواحل الإيطالية. أظهرت دراسة حديثة أن إجراء بسيط يمكن أن يقلل من فرص تدهور المعرفي لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالخرف. وكشفت دراسة نشرت في مجلة لانسيت الطبية أن أجهزة السمع يمكن أن تقلل من احتمالية التدهور المعرفي بنسبة 50%. وترتبط الأمراض العصبية مثل مرض الزهايمر بفقدان السمع، لكن ليس معروفا إن كان فقدان السمع أحد أعراضها أو سببا لها. ووجد باحثون أنه يمكن منع حالات الخرف عن طريق وقف فقدان السمع وعبر ارتداء الأجهزة التي تعمل على تحسينه. إيلون ماسك يعمل بعد تغيير شعار منصته إلى إكس إلى خفض أسعار الإعلان لتعويض سحب الشركات الكبرى لإعلاناتها منذ شرائه للمنصة. التفاصيل مع نادين خمش. بعد الجدل العالمي حول تغيير العلامة التجارية لتويتر، إيلون ماسك يقول ستصبح العلامة إكس التجارية الأكثر أهمية وقيمة على هذا الكوكب. ولكن نظرا لنزوح إعلانات العلامات التجارية الكبرى من المنصة إلى جانب ارتفاع شعبية منصات الوسائط الاجتماعية البديلة مثل بلو سكاي وغيرها، يبدو أن إكس ستبقى مهمة فقط لماسك كما تقول فوربس. التغيير التعسفي بحق الطائر الأزرق رافقه خفض ضخم في أسعار الإعلانات على المنصة هذه الفترة. فصحيفة وول ستريت جورنال كشفت أنه بحسب رسائل بريد إلكتروني وصلت إلى المعلنين على إكس الأسبوع الماضي، فإن منصة التواصل الاجتماعي عرضت عليهم حوافز جديدة خاصة بالإعلانات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وحذرت من أنهم سيفقدون علامة التوثيق الزرقاء في حالة عدم الوصول إلى معدلات إنفاق معينة. الجدير بالذكر أن منصة إكس كما يريد ماسك تحقق أغلب أرباحها من الإعلانات، ولكنها عانت بسبب مخاوف العلامات التجارية من نهج ماسك الجديد سواء في الإدارة أو التعامل مع المحتوى وسط معاناة كبيرة مع سوق الإعلانات بشكل عام. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. انقلاب عسكري في النيجر يؤدي إلى عزل الرئيس محمد بازوم وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول، والقرار يثير غضب فرنسا والولايات المتحدة. في ذكرى انتهاء المعارك بين الكوريتين، الزعيم الكوري الشمالي يلتقي وزير الدفاع الروسي بهدف تقوية العلاقات بين البلدين. وفي يومها 10 الحرائق تستعر في اليونان ودول أوروبية أخرى وتخمد في الجزائر وتونس. إلى اللقاء. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.